جيهان بدي رحب فيك بسيزن 3 من واكي، وبدي اسالك اول شيء ليش تركتي بهالبرنامج؟ اشتركت اول شيء. اسمي جيهان مختار، بونجور لكم. انا اشتركت بهذا البرنامج كرمال اقدر اعرف ناس اكثر على فنوني، على الرسم، نوعيه الرسم اللي انا برسمه. كثير حلو، فهذا سبب من الاسباب. نعم نعم. طيب انت يعني شو دارسي؟ لوين واصلي بالدراسه خصوصي فيما يتعلق بالفن؟ شو عامله بهالمجال؟ نعم انا دارسه بالجامعه اللبنانيه، معي ماستر بالهندسه الداخليه. بس هذا ما بيمنع انه انا كنت كثير حب ارسم من انا وصغيره، وضلت معي لبعد ما تخرجت حتى. يعني انا اضافه للهندسه الداخليه برسم. نعم. هل موضوع الهندسة الداخلية انعكس على رسوماتك، على لوحاتك؟ أكيد 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 أكيد. يعني مثل ما في نمط معين بالرسم، في نمط كمان معين بالهندسة الداخلية. يعني أحياناً الفنان بتقدر تعرف رسوماته من التاتش تبعيته، من ألوانه، من أسلوبه. نفس الشيء بالهندسة الداخلية كمان بيقدروا يعرفوا خطوطك، بيقدروا يعرفوا، بيقولوا، بيطلعوا على الديزاين بيقولوا هذا الفنان كذا كذا، هيدا المهندس كذا. صح، بتبين التاتش تبع التاتش تبعيته 100%. طيب شو بتحب ترسمي اكثر شيء جيهان؟ اي نوع رسومات؟ يعني قصدك النمط؟ النمط تبع رسوماتك. نعم النمط التجريدي، وميل شوي للتكعيبي. يعني شوي رسوماتي ميله مستوحات يعني من الفنان بابلو بيكاسو. نعم. وبلبنان يعني هل بيستهويك احد الفنانين او احد الفنانات اللبنانيين؟ في لهم زويقين، في لهم ناس معين يعني. الناس بتتقبل هذا النوع من الفن. اغلب الاشخاص يلي بنعرفهم بيحبوا مثلا اللوحه الزيتيه، البورتريه مثلا، او الناتير مورت. اوكي، مش كثير ناس بتتقبل هذا النمط من الفن. في لهم زواقين خصوصيين. واضح لهذا الفن. واضح. نعم. ولكن أنا سؤالي لك، هل أنت عجبك أحد الفنانين المعروفين في لبنان أو تأثرت فيه، أو الفنانات اللبنانيات تأثرت بها أو به؟ هلا كنت تابع رسومات للفنان وجيه نحلة، بس مش بالضروري كنت تأثرت فيه. الله يرحمه. بس مش بالضروري كنت تأثرت بنمط رسمه، بس إنه كنت كتير بحب اللوحات. نعم. أنا بدي أتمنى لك الخير الدائم، وضلك بهالعطاء المستمر من الفن، وضلك ناجح على كل الأصعدة، ونتمنى إن شاء الله نشوفك بالمرحلة المقبلة من برنامجنا إن شاء الله. Thank you لكم. شكرا جزيلا.